وصفتي الجديدة لخبز التوست الكيتوني بدون بيض بدون جبنة بدون دقيق من أي نوع من أنواع المكسرات. وصفة سهلة جدا ولذيذة جدا، جربوها وصحتين وألف هنا. بذور دوار الشمس بدي أطحنهم، بدي تقريبا 285 جرام. بدي دقيق جوز الهند 58 جرام، واحد وعشرين جرام دقيق بذور الكتان، 28 جرام قشور السوليو، ملعقتين صغار باكينج باودر ورشة ملح، وأخلط الكل مع بعض. ملعقة كبيرة زيت الأفوكادو أو زيت الزيتون كمان بيمشي الحال، ملعقة صغيرة خل التفاح، واحد كوب ماء فاتر 237 ملي. هلا بدي أعجنها لحتى أحصل على عجينة الخبز. بدي اخلي العجينة ترتاح تقريبا 5 دقائق. هيك صرنا جاهزين، هلا بدي احطهم بالقالب والى الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 50 الى 60 دقيقة، وبعدها بطلعها من القالب وخليها على الرف الاسفل على الارضية، يعني تقريبا شي 10 الى 15 دقيقة. الحرارة مهمة جدا، أنا حطيته بالرف أو طرف أول رف بالفرن لمدة 55 دقيقة على درجة حرارة 200، بعدين طلعته من القالب ورجعته لتحت كمان شي 10 إلى 15 دقيقة، وهيك صارت النتيجة. هاي العملية جدا مهمة. هلا بدي أخليه يرتاح ويبرد تماما قبل التقطيع.